خبر صار من الحكومة المصرية لجميع المصريين ننشر التفاصيل. ويحدث يوم الجمعة بيان تحذيري عاجل من الأرصاد للمواطنين. وعاجل منذ قليل الحكومة المصرية تتحدث عن شيء قد يتسبب في تجويع الشعب المصري. وعاجل هبوط مفاجئ في أسعار الذهب الآن وعيار 21 يسجل هذا السعر ننشر التفاصيل. وبيان عاجل من الخارجية المصرية بشأن ما يفعله الرئيس السيسي مع سد النهضة. وعاجل تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجور بشركات قطاع الأعمال العام. تعرف على التفاصيل معنا. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده، مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك عشان توصلك الفيديوهات والأخبار الجديدة أول بأول. عاوزين نوصل ل2000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر يغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتو قدها. نبدأ مع بعض في تفاصيل والخبر معانا. وعاجل منذ قليل الحكومة المصرية تتحدث عن شيء قد يتسبب في تجويع الشعب المصري. رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال إنه يتم الإعداد على وجه الصورة لقانون يجرم التعدي على الأراضي الزراعية. رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الإدارية الجديدة: يحزننا بعد الجهد الهائل الذي نفعله لاستصلاح الأراضي الزراعية ومعالجة المياه نفاجأ باستمرار ظاهرة البناء على الأراضي الزراعية. آلاف الأفدنة تضيع والأمر أصبح قضية أمن قومي، ولا بد من وجود يد قوية للدولة وعقاب شديد للبناء على الأراضي الزراعية. لو كل تلك الأراضي ضاعت مش هنلاقي ناكل. ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الدولة تعمل بجهد هائل لتوفير كل السلع وعدم وجود نقص بها في الأسواق. وضح أن أسعار الوقود ارتفعت بصورة غير مسبوقة وكذلك قيمة تكلفة الشحن التجاري. دكتور مصطفى مدبولي برضو وضح ان نسبة النمو الاقتصادي الكلية تتجاوز 6%. اكد ان نسبة النمو الاقتصادي المصري في الربع الثاني من العام المالي الحالي وصلت ل 8.3%. المصدر معانا كان من القاهرة 24، والدكتور مصطفى مدبولي بيأكد على حاجة مهمة جدا. نخلي بالنا انه هيتم تطبيق قانون شديد العقاب على من يحاول ان يبني على الاراضي الزراعية. طبعا الارض الزراعيه مصر حاليا بتحاول انها بكل جهد انها تستصلح اراضي زراعيه لتوفير المواد الغذائيه وتصديرها ولتنميه عجله الاقتصاد، ولكن بنلاقي للاسف ناس بتيجي تبني على الاراضي الزراعيه وبتضيع الاف الافدنه من الاراضي الصالحه للزراعه. فخلي بالكم هيكون في عقاب شديد جدا لاي حد يحاول انه يبني على الاراضي الزراعيه. اترك لحضراتكم التعليق وننتقل مع بعض الخبر آخر. وخبر صار من الحكومة المصرية لجميع المصريين. وأعلنت شركة دراجون أويل الإماراتية اكتشاف آبار بترول جديدة في منطقة خليج السويس بمصر. وفقا للشركة فإن مخزون النفط المتوقع الأولي المقدر للكشف الجديد نحو 100 مليون برميل داخل منطقة شمال شرق رمضان، مع وجود احتمالات لإضافة مخزون نفط متوقع أكبر عند البدء في خطة التنمية، حيث يعد أكبر الاكتشافات النفطية في خليج السويس في 20 سنة. ويعتبر الحقل النفطي الجديد أول اكتشاف لشركة دراجون أويل منذ أن أصبحت لاعبا فعالا في قطاع البترول في مصر، بعد أن استحوذت على 100% من أصول شركة بي بي بريطانية في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس. مصدر معانا كامل اليوم السابع. وهذا خبر صار آخر: 100 مليون برميل داخل منطقة شمال شرق رمضان في خليج السويس. إن شاء الله يعني مزيدا من الاكتشافات والتقدم الاقتصادي المصري. وبقالنا كام فيديو بنتكلم عن يعني تحسن في الاقتصاد المصري، بقالنا فترة يعني بنتكلم عن هذا الأمر. فنتمنى إن شاء الله الخير لكل المصريين. ننتقل مع بعض الخبر آخر. ويحدث يوم الجمعة بيان تحذيري عاجل للأرصاد للمواطنين. الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات في الأرصاد الجوية قال إن في حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية هتبدأ من يوم الجمعة وهتستمر حتى يوم الأحد المقبل، مع توقعات سقوط أمطار غزيرة
ومتوسطة ونشاط للرياح. الدكتور محمود شاهين قال خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن اللي بيقدمه الإعلامي سيد علي إن في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تؤثر على حركة الملاحة البحرية من يوم الجمعة ليوم الحد المقبل. وكشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة خلال الفترة من يوم الجمعة حتى الأحد، قال درجة الحرارة تتراوح ما بين 16 ل 17 درجة مع نشاط الرياح التي تؤدي إلى الإحساس ببرودة الجو، وإن حالة عدم الاستقرار طبيعية. المصدر معانا كان من صحيفة اليوم السابع، وهيكون في حالة من عدم الاستقرار في الجو بداية من يوم الجمعة وحتى الأحد المقبل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل هبوط مفاجئ في أسعار الذهب الآن، وعيار 21 يسجل هذا السعر. وسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر هبوطا بقيمة جنيهين خلال التداولات المسائية بعد تراجع السعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات 1846 دولار مقابل سعر بلغ 1855 دولارا قبل قليل، الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في مصر. أسعار الذهب في مصر بدأت التعاملات على ارتفاع بحوالي 6 جنيه لترتفع لمستويات 817 جنيه للجرام من عيار 21، ثم أخذت الأسعار في التراجع لتسجل مستويات 810 دولار، ليخسر الذهب حوالي 7 جنيه. وخلال التعاملات المسائية الآن هبط الذهب جنيهان إلى مستويات 808 جنيه للجرام. هنتكلم عن أسعار الذهب اليوم. عيار 18 بيسجل 692 جنيه 57 قرش للجرام، وعيار 21 بيسجل 808 جنيه للجرام، عيار 24 بيسجل 923 جنيه للجرام. الجنيه الذهب بيسجل 6464 جنيه، أو نصت الذهب بتسجل 1846 دولار. الذهب بدأ يتراجع مع الاتجاه لجني الأرباح بعد قفزات كبيرة في المعدن الأصفر خلال جلسات التداول الجمعة الماضية، وبعد تسجيله مستويات اقتربت من 1880 دولار اتجه بعض حائزي المعدن لجني الأرباح والاستفادة من السعر المرتفع. مصدر معانا كان من اليوم السابع، وهذه كانت أسعار الذهب اليوم. طبعا يعني هبوط في أسعار الذهب، ويعني احنا بنشهد هبوطا لأسعار الذهب بقالنا فترة، داخلين تقريبا في أسبوعين بنشهد يعني هبوطا واضحا في أسعار الذهب، يعني كل يوم جنيه أو 2 جنيه، ولكن يظل إن في هبوطا في الذهب واضح. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وبيان عاجل من الخارجية المصرية بشأن ما يفعله الرئيس السيسي مع سد النهضة في الوقت الحالي. وخلال لقائه مع مراسل برنامج على مسؤوليتي، طبعا لقاء السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، إن الاتحاد الأوروبي داعم لجهود مصر التنموية والإصلاح الاقتصادي. ولفت الدكتور سامح شكري وزير الخارجية إلى أن مصر حريصة على تعزيز العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجال السياسي والاقتصادي. ولفت خلال قناة صدى البلد إلى أن مصر تمتلك علاقات متنوعة مع العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا والنمسا وغيرها من الدول الأخرى. وأكد أن قضية السد الإثيوبي على رأس أولويات الرئيس السيسي في كل اللقاءات التي تم عقدها. وضح أن مصر تسعى إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن هذه القضية. دكتور سامح شكري قال أن في ظلما تاريخيا وقع على القارة الإفريقية، ونحن نسعى للارتقاء بمعيشة أبناء القارة، لافتا إلى أن مصر تعمل على التوصل إلى حلول سلمية للأزمات والمشاكل في العالم. المصدر معنا كان من بوابة الأهرام، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر معنا، وعاجل تفاصيل تطبيق الحد الأدنى للأجور بشركات قطاع الأعمال العام، وتعرف معنا على التفاصيل. انطلاقا من حرص وزارة قطاع الأعمال العام على حقوق العاملين بالشركات وتحقيق مستوى معيشي مناسب لهم، وتماشيا مع توجيهات القيادة السياسية بشأن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، فقد وافق مجلس الوزراء على الاقتراح التي تقدمت به وزارة قطاع الأعمال العام لوضع حد أدنى وقدره 2700 جنيه شهريا لدخل العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق الحد الأدنى المقرر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بالإضافة إلى ما يحصل عليه العاملون بالشركات من حصة من الأرباح المقررة وفقا لقانون 203 لسنة 91 وتعديلات الصادرة بقانون 185 لسنة 2020، والتي تتراوح بين 10% و12% تصرف بالكامل نقدا. وقد تضمن مقترح وزارة قطاع الأعمال العام أنه في الأحوال التي يقل فيها ما يحصل عليه العامل بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن 2700 جنيه شهريا، فيزداد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريا مبلغ 2700 جنيه. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام للعمل لتحسين أوضاع العاملين من ذوي الدخول الضعيفة وتقليل الفوارق بين مستويات الأجور. المصدر معنا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل. ننتقل مع بعض الخبر يعني آخر معنا، وتصريحات جديدة للحكومة حول رفع سعر الخبز. ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أعلن أن الحكومة تناقش كافة السيناريوهات المتعلقة بسعر رغيف الخبز. وأضاف الدكتور مدبولي في مؤتمر اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية أن آخر تحريك لسعر الخبز كان سنة 88 حينما ارتفع لخمس قروش، حينها كانت تكلفة الرغيف 17 قرش، النهاردة تكلفته 65 قرش. يجب أن ننظر لهذا الموضوع، نضع السيناريوهات والاحتمالات، هنتحرك وتابع، هنشوف الفئات المهمشة ونشوف التأثير عليهم. بأكد هيحصل، لكن نشوف السيناريوهات عشان نطمن على الفئات المهمشة وإزاي نضمن عدم تأثرهم بشكل كبير. دكتور مدبولي أكد أنه عند اتخاذ خطوة رفع أسعار الخبز سنضمن عدم تضرر الفئات الأكثر فقرا. تابع لازم يبقى فيه تحرك طفيف بشكل منتظم عشان ما نجيش بعد 30 سنة نلاقي الدنيا خربت. بنتحرك بهذا الشكل ونضع السيناريوهات ونجلس مع خبراء كتير وبندقق البيانات. أهم حاجة البيانات، أهم حاجة في القرار أيا كان توقيته نحافظ على هذه الفئات، ندرس الاحتمالات عشان نشوف الفئات دي. المصدر معانا كان من صحيفة نصراوي، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. سعر رغيف الخبز يعني نفهم إيه من التصريحات دي؟ نفهم إنه هيرتفع، ولكن بشرط أن الدكتور مصطفى مدبولي قال إنه هناخد بالنا من الفئات المهمشة. يعني إيه فئات مهمشة؟ يعني الفئات الأكثر احتياجا، اللي ما عندهاش دخل شهري كويس، الناس اللي بتعاني من المعيشة هيكون ليهم دعم في الخبز. أعتقد هذا يعني ما فهمته من الخبر، وأكيد ممكن حضراتكم تقولولنا رأيكم في هذا الخبر. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي بي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم. أتمنى يعني تعملوا شير لو استفدتوا من الأخبار، ومتابعة للصفحة ولايك للفيديو، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وقريب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.